مباشرة الى المقدمة والى الصدارة. غرار يا غرار، سهيل بن عبيد بن يميعة السبوسي يقدم لنا غرار، بينما في المركز الثاني من وصلته هذه الشبابية مهنا بن سالم بن محمد الساعدي، بينما في المركز الثالث تحركت هذه بيان عيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري، بينما في المركز الرابع من وصلت من الجانب الاخر ورغمها محجوب عنا يا الليبي رغم بناك اللي هي اليازي، يوم عطايا الله ما تمنع ما تمنى لي شر اليازي، هذه اليازي وصلت خليل بن ناصر بن منصور الشواني اهل قطر الشحانيه يبحثون عن الفوز. الله 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 الله، لكن العوده الى الشبابيه الى الشبابيه الشبابيه، يوم شبت المعركة عليكم بالشبابي عليكم بالشبابي، والله ان صادق البلوي بين هذه النوعية بهذه السلالة، سلالة الشبابي سلالة الشبابي، ولد عمار والله السبق مو بغريب مو بغريب على الشبابية، يدتها عمار ويدها شبابي يدها شبابي وعمار، سلالة الرموز سلالة الرموز، سلام يا ساعور سلام يا ساعور، تحية لأهالي السلطنة، تحية تحية تحية، صاحبة السيف صاحبة السيف في سلطنة عمان، تهانينا على هذا الفوز والانتصار اللي قدمت لنا هذا الفوز الشبابية، بينما في المركز الثاني المركز الثاني من وصلت المركز الثاني وصلت عوايد احمد بن عبد الله بن عزيز بن مكتوم الشريفي، بينما في المركز الثالث كان الوصول من بيان لعيسى بن فارس بن سعيد الخاطري. عوده للتوقيت الزمني دقيقتين 13 ثانيه، توقيت الشبابيه والشبابيه تنحدر من سلاله الشبابي ولد عمار، سلاله سلاله الرموز، هل تستغربون هذا الفوز من جد ابوها وامها ويد اعمار صاحبتي افضل توقيت من العشرة، حتى هذا اليوم ما تسجل توقيت ابوها الشبابي متعود على اليمايل، ما سبق من شده مراكز الهوايل سيره حر دعوه، سلام يا الشبابية سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار التي قدمت الشبابية، مهنا بن سالم بن محمد الساعدي الملقب بساعور ينتزع الفوز ويهدي آل السلطنة وجعلان بن أبو علي هذا الفوز، تهانينا والناموس للجميع.